وعن آخر أخبار الطقس والأحوال الجوية نتحول مرة ثالثة وأخيرة إلى فاطمة خليل. شكرا محمد، شكرا إلهام، وأهلا بكم مجددا وأخيرا مشاهدينا، وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 36، الصغرى 24، الإسكندرية 32-25، مطروح 30-22، بورسعيد 32-25، إسماعيلية 37-23، وجوها حار. أما بالنسبة للسويس 36-23، العريش 33-23، طابة 36-27، شرم الشيخ 38-27، الغردقة 39-28، وجوها أيضا حار. بالنسبة للأقصر 42-26، أسوان 43-28، الوادي الجديد 42-22، شلاتين 37-26، حلايب 34-26، وجوها أيضا حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.